يا مرحبا يا مرحبا بالسلطان. السلام عليك. الله يعافيك. شحالك يا اخوي؟ مساك بخير. الله يسلمك. السلام. الله يسلمك ويبجيك. نحن اليوم في عزبة خلفان بطي. خلفان بطي من الناس المجتهدين في الطيور سابقا وحاليا، او في داخل حب للطير اللي خلانا نشوف هذا الشيء شغلته في الطير. كان قبل يقنص بالطيور واليوم يشارك في المسابقات للقنص ناموس وللمسابقات ناموس، وكل طرف من هذه الطرفين له مذاق عند الصقار نفسه. وهنا اليوم نشوف كم هذا الإنسان يتعب ويخسر علشان يكسب ناموس فقط، مع أن خسائره أو جوائزه ما يسكرن الخسائر، ولكن حبه للطير خلاه يسعى في هذا الأمر. الطير بالنسبة لي أنا هواية كشخصياً، أنا كخلفان بطي أنا هاوي الطير، تعلقته وأنا صغير. هواية الطيور صعب الواحد لما يتعلق يودرها إلا إذا ظروف يعني البيئة ما ساعدت على أنه يستمر معها. نحن الحمد لله رب العالمين ظروفنا البيئية وفي بلادنا وفي دول الإمارات العربية ساعدتنا أن نحافظ على هوايتنا هذه، وشجعون الله يطول عمرهم شيوخنا على الهواية هذه، وظلينا مستمرين فيها من أبوي وحياتي دودن العالم هذه كلها عايش معها الطيور. اللي عرفته أن راعي البطولة ما له حزة في مرة يدعى ظهر يدعى. لا أنت شوف، تعرف لازم موعد انطلاقتك. موعد انطلاقة البطولة الساعة كم؟ يمكن الجماعة ينطلقون الساعة 10 الصبح 11، فلازم تقدم ويبة طيورك على الموعد هذا. حتى نطول عمرك الطير مية على ويبة، مية على هذا ما يعطيك تيم من دي مية على ويبته. صديقي الطير اللي قده أنت شوف الطير ثبت على معشة معين، معشة معين شوف حزة المعشة يتكسر زاهي دور. نعم صح، كذي نحن لازم نقدم ويبت. الطير بصفة عامة هو تراث لدولة الإمارات، صار اتجاه على المسابقات لقل المقانيس. السلة شو توقعاتك في المنافسة؟ والله الحين طول عمرك اليوم ما حد يتوقع يعني الفوز عند رب العالمين، وهذا نصيب كل يجتهد. لكن الإنسان يعرف يعني عندك طيور سباق، تعرف إن عندك طير سبوق بينافس، ما بيحط الأول بس بينافس، بس أنت ما تعلم يمكن غيرك عنده أسبق، ويمكن غيرك عنده بعد، ويمكن أنت طيور كسبك أبتو ما تعلم متى بنتلاقى في زين. بس ما تتسرب التوقيتات اللي عندك، تتسرب طول عمرك توقيتات، ونعرف التوقيتات. ويتصل لك واحد يقول لك والله يب 16 يكذب عليك على الفاضي كذي، تحسب ان احنا ما والله العظيم صارت لي انا يتني مكالمات، والله اقول لك 16 اقول له مليون خلي طرش اللي يب 16، اقول له مليونين اللي يب 16، كلام فاضي هذا، ما في شيء اسمه 16. مثل الجو اللي شفت اللي بتشوفه اليوم اللي هو الحين الشمال، ما في طير يحث من 416 لو هاي معجزه ما عمرها تصير. نحن دابر هو في ذيولهن ومسموح الدزة دزينان أسبق الطيور، هذا خليفة مجرم موجود ما حطن 16 هندابرات وعقب موت بعد. راعي المقناص ممكن أنه يجتهد على طير طيرين ثلاثة، يعني لين ثلاثة طيور أنا أشوف أنه يكفي، ويتجه للمقناص فيبين منهن طير أحسن من باقي الطيور. أما المسابقات لا، علشان الواحد يطلع طير يدخل في المنافسة هذه لازم ياخذ بدال الواحد 10 ويتعب عليهن عشان يطلع واحد ولا اثنين، فهني تفرق حسبة فيها خسارة، وهذا كله يجمعونه حق الناموس. بس شو اللي يحفزك المسابقة؟ يحفزكم عندك طير سبوك، خاصة الشواهين. الشاهين هو اللي يعني مثل ما نقول نحن ورد كلمة، الشاهين هو اللي يلطم الكوس، الشاهين هو اللي أكثر شيء. الشاهين. إيه نعم جيل الشاهين. فيوم يكون يوم أنت تحكم مثل العام خليفة مجرم أبو أحمد حكم الأشواط كلها بجيل شاهين واحد، طير واحد نوماس، سمينه نوماس طير واحد، لطم الكوس كلهم طير واحد. فهذا فضل الله ونصيب يا الريال مسكين أبو أحمد، والله عطاه إياه السبوك هذا. وانه اخذ بالكوس كلها في البطولات كلها. بس في قرموشه عندك انت بعد؟
قرموش طول عمرك هذا قبل العام كانت عندي قرموش سبوق اسميها بنت طيري نشوان، هذه حكمت يعني الصراحه سموها قرموشه الموسم، والعام يتني قرموشه بعد سموها قرموشه الموسم، ترفع وتنزل وتحط الاول تحط 17 تيم خيالي يعني. فنصيب هذا كله نصيب، التعب هذا كله والمخاسير عشان الناموس. نعم شوف نشتري ونتخسر ونتعب ووايد مصاريف الله يعلم. أساسه حب الطير، حب الطير هذا في دمنا ما يحتاج هذا أصلا. لو بتسأل أي واحد بيقولك فلان بتقول فلان بيقولك هذا سلع عن طير، لا تسلع عن رتاب، لا تسلع عن أي شيء. لو بتقول له تعال يجوني ناس يقول بيعلي هاي بكرة سبوك اشتريها والله رئيسية وبتلطم باكوس، أقول اسمحوا لي هاتوا لي طير أنا بأخذ طير هوايتي الطيور. اللي يفوز في المسابقات ويتفوق في المسابقات هذا هذا يعني بصراحة باذل جهد تعبان تعب الله يعلم به يعني. الواحد يمكن الناس اللي برا يقولوا ما شاء الله فلان فاز، صح فلان فاز، بس أنت تعرف شو واقع، تعرف شو صاير لهالإنسان، تعرف إنه متخسر ملايين وتعبان من صحة ويوميا مسراح معطان مع طيور وغير الأدوية والمصاريف والعمال والدكاترة والمباني هذه اللي تنبنى حق الطيور والكهرباء والماء، المصاريف هذه كلها تنحسب، هذا كله بعد مصاريف مادية يعني يدفعها الإنسان على الشيء هذا. أنا اللي أقوم بسبحان يعني بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل شيوخنا هذه الهواية صراحة أنا أحبها يعني متعلق لنا ما أقدر أتخلى عنها، مع أني دائما أقول خلاص من التعب اللي يجيني أقول بعتزل ما أقدر أعتزل. ونخسر خسارة ما همنا شيء، الخسارة ما همنا، همنا الناموس بس كيف نحصل الناموس هذا. الفوز عندنا يسوى الدنيا وما فيها. احنا الحين نقول لهم قول والله الطير فلان، اقول له هات باي قيمه نوصل الطير بقيمه خياليه الله يعلم. انا امس بالليل والله مساوم طير بنص مليون، تو فرخ بنص مليون دفعت فيه، قال مو للبيع، نص مليون درهم. ليش انا بالناموس؟ اللي بالناموس يتعب ويشقى. فالطيور متخسر عليه ملايين والله. الطير الحين وصل جير شاين سعره 120,000 يشتريه، وصل قائل من 20,000 30,000 120,000. انت عشان توصل مستوى لازم تاخذك اقل شيء 15 جير شاهين، لين تطلع منه نطلع الطيرين والله نعمه. انا العام اخذت 20 جير شاهين والله ما ظهرت منه غير ثلاثه جيرات شاهين، وهن اللي تمن عندي وهن خذن البطولات. طبعا الباقيات تقلط، الباقيات اللي ما يصلح حق الدعوه يبر على ربعي موجودين اللي بيقنصون كلهم ويطلعن خيار طيور بعد، مش انهم خيار طيور. الطيور الزمن هذا ما تحصل، صعب صعب الواحد أن يحصل طير من سلالة طيب، يعني ما يحصل طيور من سلالة تعبانة مش محقق نتائج، ما لها دور في البطولات، مش ما لها وجود، بتحصلين مثل الطيور اللي سلالاتها طيبة ومزارع منتجة، وهذا صعب الإنسان يحصلها، ولا يحصلها يعني بالسهل، يحصلها بتعب، يتعب الشيء هذا. نحن بنا نروح وياك المدعى اليوم. والله مرحبا الساعة ونشوف ترتيبك. تراني أول مرة أحاضر دعو طيور مسابقات، لا قد حاضرته في مسابقة ولا قد حاضرته في دعو. إن شاء الله أنك بتحاضر بتبارك علينا وإن شاء الله أنا بنفوز من تون، يمكن تبرك علينا. لا لا أنت ناموسك كل سنة إن شاء الله يا رب العالمين بتحاضر بالدعو. طبعا قبل لا تبدأ البطولات كلن عنده شيء وداس طير وما بحد يشوف ولا بينكشفن كلن وين في البطولة. نحن ندري أن كل صقار عند له في البطولات دور، له نظام وله ترتيب خاص فيه. نعم. فنحن متحفظين على الأمر هذا. ما نحتاج ولا نشيل هم. طير المقناص ما يفرق زيادة عن طير الدعو، بس طير الدعو تأسيسه أهم شيء، تأسسه نحن شو نسوي؟ نأسسه من البداية على الدعو،
ندعام من 50 متر 50 متر عقب ندعام من 100 متر عقب من بعد المسافة 200 متر 300 متر لين وصل 400. يوم وصل 400 هاي مسافة البطولة نأسس عليها. انت اذا طير مقناص طير مقناص ما حتى تأسس طير مقناص انت تبى تهده بتهد البطه بتهد الحمام بتيري على شيء وعقب تروي حباره. اذا انت تبى حق البطوله على الاقل اسسه شوي وروح اقنصبه ورده بيرد معاك. اذا سبوق بيرد بيعطيك بعد افضل طيار بيكون تكسب لياقه على الهدد. بدأت هذه المسابقات بدأ بها حمدان محمد هدبي وهذا الاتجاه الصحيح. فاتجهت الناس بدال الواحد ما يخاطر بنفسه في سفر أو يكلف على نفسه مادي في السفر اتجهوا على 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 المسابقات. والمسابقات تجمع آلاف الطيور. صار الناس تحافظ على الطير أكثر من قبل. يمكن بعض الناس يقول لك أنا ما فيه مقناص ليش أشيل طير. لكن لا الحين لا اتجهوا على المسابقات على أساس يحرزون مراكز في هذه المسابقة. ايه قرموش ترموس الماي ها بوسي في دمها كل شيء تباع حقها. انا اكثر ناس سألوني هالسؤال قالوا يمكن انت تنشط يمكن انت تعطي حاجه يمكن تعطي شيء. هذا السر اني كل يوم اصلي الفجر في المسجد واطلع. من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله. انا في ذمه الله من اصلي اسرح الحمد لله توفيق عند رب العالمين. ما يتوافق ونصيب مرات ما افوز. مرات عندي طيور متوقع منها تحط المركز الأول ما تحط المركز الأول نصيب. هذا طير قوي ما شاف خلاص تروح عليك انت. القري أسبق ها؟ القري والله الأبيض يدقه كل يوم دوم هذا يدق هذا منه. وللعلم يعني الطير اليوم لازم ياخذ من وقتك جزء علشان تمرنه. يتغدى في البيت يشوف عياله يمكن خمس دقائق يروح علشان يمرن طيوره. بعضهم مثل خلفان بطي يمكن عندها اكثر من 60 طير. هذه عشان يدعاهن لازم ياخذ الاربع ساعات خمس في حال انها يمرنها كل يوم. سبحان الله الطيرات شي مرات تسوي. منصور ايش قرب علي ولا قريب؟ ايش قرب بيج بيج منصور بيج ايه بيج. حب الطير صعب. الإنسان المتعلق الطير والله صدقني أنا لو أقول أني بودر الطيور متعبهن ومن
حتى عيالنا مو نشوفهم، امورنا وايد، مصالحنا تروح، والسبب قعدتنا مع الطيور لازم نعطيهن وقتنا. غيرنا الله يطول عمره يقول كيف انا بفوز يا بطير؟ راح اشترى طير سبو، اشترى سبوك عند ريال، اشترى وياه، ما مستحيل انت بتنجح الطير هذا. يمكن اول يوم ويومين ثلاثه اسبوع عقب ما بتحصل نتيجه، لانك انت مش هاوي الشيء هذا، ولا بدوم عنده تشوفه وتعاني. نحن كل يوم نعشين نحن ارواحنا، نعطي ارواحنا مثل ما شفت انت الحين، تعليمات العامل هذا، العامل سوي كذي وعطى كذي وخف اكله وخف كذا. نرجع نطالع الله يعزكم حوطا، كان محطه نظيف، شيء بكثيرة، هالسنه امراض عندنا والعام امراض، يعني السنين هاليتنا كلها امراض بسبب كثره الطيور والطعام وهذا. نتخسر خسائر، السنه انا صار عندي مرض، اغلى طيوري راحت، يعني اغلى طيور كلها ماتت. النظام الحين توحد، قبل كنا مسموح ان ندف الطير، ندز الطير مسموح، يعني يوم يوالم عليك تدفه، يا قرار يمنع جميع البطولات يمنع الدز، يعني عق عنا مثل يعني كانك في مثل ما تقول ان تراثنا، يقولون ان يعني اساس ان واحد ما يدز الطير او شيء هذا كذي، يعني في ناس قامت تدز الطير بدزه غير طبيعيه غير عاديه، يدزونه حتى لدرجه انه يطيح ولا يضرب الطير وينكسر. فالله يطول عمرهم الشيوخ وهذا اللي شافوا اللقطات هذه قالوا يا جماعه الدز لا تخلون الدز، الدز منعوها، خلوا الشخص يهد الطير عادي. الحمد لله نعق عن الطير، نرفع يدنا فوق، حد ينزل يده عشان ما يضرب فيه الهواء ويشيل الطير، حد يرفع يده فوق، متعود طير ينزل كذي، وهي هاي يمكن الرفعة هذه تخليني اغلبك انت. للشيوخ. شفنات عيونه. وصفاني احنا بمرزوق اللي يقول لي هون. الله يسلمك الله يسلمك فهمي. أنا طبعاً ما شاركت في أي مسابقة من المسابقات، أنا راعي مقناص، بس على ذكر اللي يقولونه يشوفون المسابقة متى تبدأ، لأن المسابقة تبدأ بالقرعة، فيغيرون نظام أكل الطير على بداية المسابقة. مثلاً المسابقة تبدأ الساعة 10، هو يبدون يدعون أو يمرنون طيورهم الساعة 10. حتى في المسابقة لو تأخروا من بعد الساعة 10 ساعة ساعتين ثلاثة ما عنده مشكلة. ليش؟ لأن الطير طافت وقت الأكل اللي بيعطيه إياه. هذه المسابقات ما فيها بغضاء، يعني الشباب او المتنافسين مش متكارهين على الموضوع، لا، هو عباره عن كسب ناموس، فكل يجتهد من طرف، كل له اسلوبه، كل له اجتهاد عشان يوصل للفاينل اللي هو اللي يحلم فيه او حاط امل انه يوصله. بالعكس، هني عندنا نحن الناس متى غلبتني انت هني انا بارك لك بالعكس، ولكن اتوعدك السنه الجايه او يعني منافسه فيها ود اكثر ما تكون فيها بغضاء. يعني الشباب يجمعون عندنا في ايام الشتاء وايام الطيور، اللي يجيب طير شال طير، واللي يدرب طير، واللي يدرب صقر، يعني وهذه العزبه تي معنا كنا الحمد لله، يعني اكثر هالمنطقه الغربيه مجتمعين في العزبه، يعني خاصه مدينه زايد.
نتم عني ونجلس ونسولف واللي خبرنا عن طير واللي صاد طير واللي فشل طير واللي ما ادري شو صاد واللي انسبق ولا الاهل المسابقات مواصفات في الطيور، يعني هم يتخيرون الطير على مواصفاته ويطلع بعد التست، من بعد ما يختارون مثلا كذا طير يطلع لهم طير ولا طيرين. حتى راعي المقناص له طير يحب انه يكون له مواصفات خاصة، مثل يوم يقول للطلع طير في فعوله براهين، قرناس ثالث عام راكد وطلع، قرناس واسبق من فروخ الشواهين قبل يتزين يكشف الجو، والقاع اصبر عليها شوي ويتوق، ويزين واصبر عليها شوي وتشوف، لا فاع يظهر وهو محمي من الجامه يمين، يتصافق الينحان غاير وجزع، وان كان هاف الجو وينك وهو وين، شرف ودور لك من القاع مطلع، وثبت وخلى الثبت حوله نياشين، وروح ولا للشك في هدته داع، ولقبلت خل سيرك على ثبتك بزين، واليول من حوله مخامير وقع، واللي معك متوثق بجير شاهين، راعيه ما قد باض ضايق وملتاع، شاريه نقدي ما عرف ضيقة الدين، ولا قد انشد في البنك عن وصل اليداع، يقرب قربه من رجال المهمين، ويقرب قربه لأخوي الشيخ فزاع، يقوم قبل الشيفة بعينه تبين، وقلبه على وقت المغابيش رمع، مبطي وهو يقنص خروب القعيدين، ومشريات الوقت معاد يرتاح، هده وهو متوثق بفعله الزين، وللشاردة دون شهب الغيم رداع، من فخة وطارت غدت بين نارين، الطير قافيها وفي الأرض مناع، ما فيه لا شكة ولا فيه تخمين، ما تبتعد يا دوب 15 باع، وغيم السماء والبرد من دون 20، والقاع نبته خالط أشكال وأنواع، كأنه يسدد في رصيدك ملايين، وصيده يشل هموم ويكمد أوياع. فحتى الشعر الإنسان يقدر أنه يوصف الرحلة كاملة بالقصيد، وهذه هي زبدة أو ولع الصقار في الطير، يا ناموس أو مقراص. يقرب قربه من رجال المهمين، ويقرب قربه لأخوي الشيخ فزاع، يقوم قبل الشيفة بعينها تبين، وقلبه على وقت المغابيش رماع، مبطي وهو يقنص خروب القعيدين، ومشريات الوقت ما عاد يرتاع، هده وهو متوثق بفعله الزين، وللشاردة دون شهب الغيم رداع، من فخة وطارت غدت بين نارين، الطير قافيها وفي الأرض مناع، ما فيه لا شكة ولا فيه تخمين، ما تبتعد يا دوب 15 باع، وغيم السماء والبرد من دون 20، والقاع نبته خالط أشكال وأنواع، كأنه يسدد في رصيدك ملايين، وصيده يشل هموم ويكمد أوياع. فالشعر له دور في هذا المجال، فمثل ما أهله مثل ما أهل المسابقات لهم ناموس، حتى راعي الطير في المقناص له ناموس.